بخير وعلى خير، وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو. المهم اليوم صراحة جاتني فكرة، حيت الاخر حتى دابا عجبني الفكرة انني صور لكم فلوق معايا كيفاش غندوز دابا. شوفوني لقيتوني قلت راسي ديك الساعة نوريكم شنو لبست. المهم لبست قديت راسي غادي نمشي باش نسخن هاد الظروف ديال الحجر الصحي. دونك استعدوا معايا ونشوف كيفاش يدوز النهار. جو سي با صراحة، غنخرج غير نسخر وصافي. وقلت نديكم معايا، بغيت نقول لكم هو اليوم غادي نتلاقى مع النامي انامو اللي غنمشي نتلاقى معاه، هو اللي يمشي معايا باش نتخرو. دونك الا بغيت نفتح لا كاميرا غادي نبين لكم ان شاء الله، اي نعملو بارفان سيناها. دونك معايا الا نقول لكم ليتس جو. بيان سور كنا غنخرجوا فحال هكداك وما كانش الحجر الصحي وما كانش زعما هاد الوباء، ولكن دابا خصنا ضروري نديو معانا خصنا نديو معانا داكشي. ايش نكون صباح نقول لكم اخر. مهم الله يرفع علينا هاد الوباء ان شاء الله، ونوليو لحياتنا العاديه، ونوليو كنخرجوا بلا من بلا كمامه، ونوليو كنخرجوا زعما عاديين، ونتلاقاو كاع الناس اللي توحشناهم. اي صافي، المهم بقاو معايا باش نخرجوا. نتلاقى زعما راه شي حاجه. شوف كنت عارفوا ان هذا الشخص هذا كيجي بكري وكيحافظ على السلامه ديالو. شوف قال لك كيحافظ على السلامه ديالو، راه ربع ساعه وانا جالسه هنايا. هو بحال بحال غير هو الواجب ينادي بعض المرات، فهمتي؟ مع حنايا رجال الواجب ينادي بخبرك ديرونجاتني هادي. دابا حنايا رجال الصحه، مشيت تبدل زعما مشيت شريت اخرى. دابا حنا رجال الصحه، رجال الصحه كنعرفوا شي الواجب فوقاش ينادي، فهمتي؟ تجي السوق راه من اللي تقدر يجيك المريض من هنا ولا من هنا، ضروري تقدر معاه، فهمتي؟ تمشي تجيب له اللويزه، تجيب له اللويزه. هو قال لك الدواء ما بقاش فعال هاد الايام. شوف دابا معكم الطبيب الحوزي، بلاتي شويه يولي كاميرامان، بلاتي شوف واحد ربع ساعه ربع ساعه يولي كاميرامان. كاميرامان وفوتوغراف، المهم ديك الشيء خلص. شوفوا انا بدلت الكمامه عاد ارتحيت الحمد لله. صافي دابا كنستنى لامي ديالي يقضي شي حاجه. المهم على فكره اسمه محمد، باش نبقى نقول لكم محمد تعرف. محمد هو فوتوغراف كيصور فيديو، كيصور دي فوتو كيعمل المونتاج راسو بزاف ديال الحاجات، كيعمل مونتاج للناس. المهم من احسن لي فوتوغراف اللي كاينين هنا في مدينة ديال العرايش، كيصور كليبات، عنده باج انستغرام، وبليتو ان شاء الله غادي يعمل شين في يوتيوب لي غيبقى يبارطاجي حتى هو داكشي مزيون بزاف. لو كونسيبت غيكون عنده مزيون ان شاء الله. اي ديك الساعه نخلي لكم انستغرام ديالو هنايا، وانستغرام ديالي انا هنايا، ودخلوا عنده داكشي مزيون. ولا بغيتوا شي استفسار على اي حاجه عندها علاقه بالتصوير، بالمونتاج، باي حاجه، اي حاجه الماتيريال، اي حاجه، هو ما غاديش يبخل عليكم الصراحه. المهم هانتوما معايا نكملوا لا جورني ديال اليوم. واش هدو من الصباح انا كنستناه مشى، ها مشى هذاك الحوزي العشب، الحوزي الفوتوغراف. المهم دابا جا الفوتوغراف والفيلميكر وكذا، فهمتي؟ المهم دابا كنوعدكم بواحد الشوطين. انا طويل انا قصيره. شوف دابا انا كنبغي نصورك معايا. شوف شوف شحال كتبان. شوف باش نبان انا كيبان غير شويه فيه، ولا بغيت نبين لك كامل خاصني سوا نعمل هايلة باش يبان راسك، سوا خاصني نعلي الفوق. تعلي الفوق دونك عرفتي الحال شني هو، هوتيني اللي هز الكاميرا. المهم بارك بحق انا راه ماشي برو في هادشي ديال السيلفيات وكذا، فهمت؟ نشوفو نتعلم. ولي ولي كيربان. المهم دابا هادي هي اميمة كيما كتشوفو. شكرا شكرا. هادو هما حنايا عندك بعيد على هذا التنين ديال النحله. دابا كيعاونا القصه ديالو رجع عيط. المهم كنا كنتغداو، وداك النهار حدانا واحد البلاصه
كيديروا تما كيعدوا العسل وداك الشيء. اها ديك النهار كنت حيدوا ديك العسل يعني ديك النهار اللي كيحيدوا كيكون ديك المحل هايش. اها واحد البارتي انا دخلت باش نتغدى وداك الشيء وصلت انا الاولاني كنلقى ديك البيت عام عرفت عطاتني الاولانيه بديت كنقول ويلي هي الثانيه تبدا كنقول عاوتاني ويلي ويلي واحد شويه وانا كنجري كنلقى مورايا تابعيني شي 100 تاير المهم كلشي عاد ديك السعيد 200 نحله 7 وعدو 8 اه راه داكشي بزاف المهم 8 ما فلتش مني دابا انا كنقول له واش عمرها عطاتك شي نحله قال لي لا حد فيه يقول لي النهار اللي عطاتني عطوني 8 نهار واحد عطوني فين انا عطوني جوج المرات عطاش الداعية كتعطى انا جوج المرات حياتي كاملة عطاتني وحدة في عنقي وحدة في ظهري انا ما نعرف شنو الاحساس ديالك ملي عطوك ديك الساعة اجي بعدا كيفاش بريتي منهم زعما من داك الحراق صافي شوية ديال ما كانش ديك دونك ما كانوش مسمومين كانوا دريتين مساكين ولا السم ديالي كان بقى لك غلاب ولا شي لعيبة براي راه كاينه القضيه ديالو غلان قال لك كاينه اللي كيكون انا مسكينه ظريفه عرفتي غا عطاتني وحده المره الاولى كنت غنموت بالحراق عرفتي كيفاش تنفخات وعملت لي الحراره ولا تعاود عطاتني المره الثانيه عاود وحده ما غيرش نفس الشيء عرق بخار طلعت من ديالو صبحت هي عيان كاين صافي ما عرفتش انا تبيحه مزيان ولكن ما دارتش ديك الاعراض ديال اللي دابا سينا عندك اشني كيقولوا لها حيت هما كيخليو لك الدواء في الجسم ديالك دابا سينا عندك الدواء بزاف شحال نعطيك كيلو شحال ولا تقدر تنمي تخرج لنا دواء كورونا ماشي ممكن راه المهم شوف هاد المعلومات هادو غتلقاو عند الحوز اللي على الشاب يعني لا تخليو مسافه الامان بعدا نبقاو نخليو لنا في الكومنت غتلقاوها عند الحوز اللي على الشاب الحوز اللي على الشاب المهم دابا تيمشي يرجع على الشاب عاود في المكان عاد يولي يعطيكم المعلومات فوتوغرافي فوتوغرافي حوزي شو انا سي الحوزي كيفاش جاك وتا انا شو عيني ما كيبانوش مساكن مع عيني صغارين شوف اليوم نهضر مع واحد الشخص اللي هو ديك شويه المهم قل لي كيفاش كيجيوك البنات ملي كيدخلوا يتسخروا الماكياج دابا ملي دخلت انا وتعطلت باش حسيتي مسكين جبد فيلم وبقى كيتفرج فيه في التليفون دابا دوزنا فهمت ولكن اذا كنا نمشيو شي محل اخر ما نضمنك شي هاد القضيه صراحه غنمشيو محل اخر بالحق بالزربه ماشي المهم شو عم نصبوا تشوفوا شنو غيوقع ومازال ما كليناش خصنا شي باقا نشرو من عنده شي حاجه ناكلو والمشكل دابا شحال الساعه دابا وين دابا عندك الوحده شت صورته كتبغي غتصور دوك كتبان شي ساعه وانا دابا انا اللي فات الصويره الوحده وشحال طاير الوحده و9 دقائق راه انا كنت غنفيق حتى لجوج وشحال وانا اللي قلت نوضو مع 11 لا في خبرك والله العلي العظيم خصني نعمل فيديو على هاد الساعه الطبيعيه وليت كنقول من دماغي بلي غنفيق الساعه الفلانيه كنفيق بحال البارح قلت غنفيق في 11 ما عملتش لا لاف انا قلت غنوض ل 11 نوض مع 11 المهم 10 و59 فيق الاشكال هو نوض فوق كاين عندك مشكل في الساعه الطبيعيه اول مره توقع لي مالك اول مره صراحه اول مره انا الصراحه نورمالمون انا كنخلي الناس يتسناو صدقت انا كنتسناك المهم شوف معكم فين مو كدا كدا تخربق السيستم داكشي المهم المدينه خاويه وما كاينه ما ناكلو ما كاينه ما ناكلو صراحه وانا تاني مشدودين اللي عارف شي حاجه كناكلو شي حاجه ناكلوها دابا في المدينه اكتب لنا في الكومونتير يقول لنا شنو ناكلو قول لنا من بعد باش الفلوق الماجي لك الفلوق الماجي نعرفو نحاولو هاد الحين نسولكم شي ديال الماكلة ويلا باي باي وتكون ماشي ما عليك ما بيت كنت تلقى بحال هادو شحال حلاوة وعاد كنا كنهضروا على القطيطات دابا يلاه لقيتوني قلت ماشي دابا نص ساعه باش هضرنا نص ساعه مهم قلت للحوزي زعما خصني شي قطيطه بالحق ماشي هاد النوع بحق الا لقيت بحال هادو ماشي مشكل شو قدس خوري مزيونين شو كتعمل فيا شو اختي على حلاوه ما كاينش تنشري ولا مثل هذا على حلاوات عافاكم الناس اللي في العريف كيعرفوا ماين كيتباعوا القطوط ولا المهم بغيت قصه بالعربيه تما ينجيبها وشكرا على تفهمكم الغير لائق سلامة ثانيها انا لقيت كتيتات تا اخر عاوتاني هي وليداتها انا كنظن هذوك راهما ولادها هادو ولادها
55 انا كنلبس 5 في رجلي. دابا لقيت هنا في مدينه قديمه السي الحوزي قال لك شاف واحد الدار مزيونه دابا كنقلبوا عليها يلا صبغوها دابا كنسي كنخلفوا صحابت واش هي هذيك المهم احنا مازالين كنقلبوا خاصك تكون باش تكون لقيتي الدار خاصك تكون شدي تقول الحوزي ومي مش كتهمني خاصك تكون اوب كنت غنطيح غنوريكم الدار واعره مامي مامي مزيونه ماشي غير وحده جوج يلاه ها وحده جوج بيهم زوينين انا خدو شي تصويرات يمكن دعوه جات الدرب الحجر السفليه ياك يلا كنت كنضحك كنقولوا فين هو الدرب الحجر العلويه المهم كاينه ماشي 3 4 المهم كاينه هاد الدار اللون ديالها بشكل وهادي شوفوا كيفاش مزيونه وهادي حتى هي مزيونه وهادي حتى هي واعره اوه هادشي عرفتي الا ولا هاد المدينه القديمه كامله هيدا اتولي واعره ما يبقاش داك الزرق وبيض اتولي واعره مدينه الالوان حتى الحوزي كيقي الشغل ديالو كيقي الشغل ديالو كيصور السينيماتيك السينيماتيك على هاد الديور هادو المهم انا نوريكم شويه صراحه انا قلت زعما هاد الديور هادو اللي بقاو حتى هما كانوا يتعدلوا في حالهم كانوا يجيو مزيونين حيت هيدا ما عطينش شي منظر انا زولت الكمامه قلت لكم الشغل ديالي حتى انا شويه وهي زولت الكمامه وانا طلعت الكمامه فهمتي قلت الشغل ديالي حتى انا شويه خديت شويه تصاور ما عرفتش علاش كنجي قبيحه في التصاور اي شكرا ديك الساعه نزلوا لكم في هذا لا فيديو اولا تلقوهم في انستغرام ديالي وعجبني هذا الحد صافي تصورنا قدام داك الديور وسقس انا واحد السيد واحد سؤال زعما واش تبغيو المدينه القديمه شنو اللي بالكم حسن المدينه القديمه تبقى هيداك بليطون تبقى هيدا اولا بحال داك الديكور اللي شفتو اولا بحال داك الديكور اللي شفتو صح انت شنو كتفضلوا تبقى هيداك بحال الديكور اللي شفتو الاخ قال بلي المدينه القديمه هاك قول قلت له سخفت قول قلت له قال المدينه القديمه زعما من الاحسن تبقى في الكولور ديالها وداكشي داك السيد اللي تلاقيناه قال عطينا وجهك اش حنا دائما غنكبوا عناصر محايده انا عجبني داك الالوان زعما الا كانت المدينه انهم يتسخوا كاملين هذه تجي مزيونه مدينه جديده تولي مدينه جديده الا ما تصفقوش صافي من الاحسن يبقى هاد لي كولور هاد الحريضه كيدلو على العرايش من هذه الشقه المنظر ماشي المنظر ولكن الجو كيفاش عامل الجو شخصي هذا المنظر شي حاجه سبيسيال مشينا شرينا الكمامات وقراعي الماء فلاش يا فلاش بصح فلاش كي سحب لي شي ماركه ديال فلاش لا فلاش خرجت بحال تخيضون تقريبا حيت حنا موالفين على داك فلاش عاديه حنا الفيديو هذا مسبونسوري مع فلاش ها كيكذب عليكم هاي تيخو عرفتي بخبارك بنادم كيدخل لعندي كيقول لي شحال كتشبر دي فلوس جاوبهم راه انا كنخسر والله الا انا كنخسر الا كان فيه شي حاجه ضروري خصني نشريها ولا شي حاجه باش نعدل الفيديو راه انا كنخسر ما كنشبرش
مازال ما كانش بار الفلوس النهار اللي نتبع نقول لكم ان شاء الله. ايوا نتسناو غيكون واحد السينيماتيك مزيان غيكون عقل انستغرام اي نزلوا محمد انستغرام ديالو ديالنا بزوج ديالنا بزوج شكون ما اكبر من وجهي يا ربي يا انا هذه شوف عرفت غادي نبانو في العينين عرفت لا حراره لا حراره انا بعدا شخصيا سخفت انا شخصيا بغيت على البحر انا صافي دابا نمشيو نخبرك بعدنا لا 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 خصنا نرجعو دور راه يدير ايوا ايوا راه بعيده روح سما كنا نضربو واحد الطريق بزاف المهم يلاه اصلا ما بقى ما يدار اصلا يلاه شنو نخدمو انا بس باغي نقول لكم تسناو تنقول لكم باي باي صافي يلاه تسنى تنقول لكم باي باي. A few moments later انا المكان الانطلاقه فين ما تلاقينا في الاول وهذا هو المكان اللي ختمو به هذا الدور هيدا ايوا صافي دابا انا شبر تاكسي نمشي بحال الدار وهو غيمشي بحال الدار كنت غماش ناكل مسكه وعملت لها هيدا انا كنا فوق الكمامه وا شوف هو دابا كلشي تقلب هذا الكونفينمون فهمتي ما بدا باغي ندخل للدار وهادي يولدي الحوزي العشاب العشاب وانا نمشي نرجع للدار غنبقى اميمه كيف ما انا هذا ما يبقاش فوتوغراف يرجع عشاب وصافي قول لهم شي حاجه شوف بلا ما نقول لكم سيدي دابا ديك ديك الجاره سيدي بلا ما نقول لكم يلا طلعوا هاد لا فيديو بلي لايك الى شنو لايك وشنو هذا كومونتير ما نمشي نشوف اللي عجبو الفيديو اللي بغاتي تساؤل اللي بغا راه ديجا قلت لهم قبيله اللي بغا ديك الدار ديك الدار اللي بغا هو يدير الديكور ديالو راه نلقاو النمره ديالو حتى هي تماك غادي نحطوها النمره ديالو انا نحطوها نزلوا لكم النمره ديال داك السيد اللي بغات هو الدار ديالو اللي داروا بحال هكاك اللي بغا حتى هو شي شوتين ولا شي حاجه ما عرفتش نخلي لكم انستا ديالو الايميل وداكشي كامل وبليز دو سارة ديجا هضرت في لا فيديو قلت لهم اي استفسار غتلقاو انستغرام ديالو غنحطو لكم ودخلوا هضروا معاه وما تنساوش تقولوا له راه جينا من عند اميمه من عند اميمه فهمتي راه اللي كيجيو عندهم راه عند واحد البروموسيون ديالو فهمتي اللي كيجي من عند اميمه من عند اميمه وصافي هنا غادي يكون سال الفيديو باي باي سال الفيديو انا ما بقاتليش شي حاجه سبيسيال غنعملها الا كانت شي حاجه في الدار غنوريها لكم سينو تهلاو في راسكم وسلام عليكم باي باي.